تنزل به الروح الأمين على قلب خير المرسلين. قرآن كريم بلسان عربي مبين، آياته بينات وحججه دامغات، فاز من حفظه وأفلح من قرأه وتدبره. أما والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء، يعيش المرء ما استحيا بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء. إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستح فافعل ما تشاء. الحشمة والحياء عزيز المشاهد خلقان يجمعهما ذات المعنى، من تحلى به وضع حاجزا صلبا بينه وبين الفجور وارتكاب المحارم. فكل خلق نبيل رداؤه الحشمة ولباسه الحياء، والأصل في أهل الإسلام الحشمة رجالا ونساء، غير أنها بحق المرأة أكثر، لأن الستر سمة من سماتها وصفة من أخلاقها، ولا يوجد دين أو ثقافة أو عرف شرف المرأة كما فعل الإسلام. يقول الله تعالى في معنى الحشمة والحياء واصفا حال ابنة شعيب التي جاءت لإخبار موسى بدعوة أبيها، فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. أهلا بكم في حلقة جديدة من شباب القرآن ومعنى جديد من معانيه ومفاهيمه. أرحب بكم كما أرحب بلجنة التحكيم الموقرة ممثلة بالدكتور نجيب العامري رئيس اللجنة، والشيخ محمد عبد الجبار، والشيخ إشراق عبد المجيد اليوسفي. أهلا وسهلا، حياكم الله. أرحب أيضا بمن تبقى من متسابقي فئة الإجازة بالسند بمرحلتها الأولى من موسمنا الثالث، الحاضرين معنا في الاستوديو خلف الكاميرات، وهم أنيس أحمد علي غالب ومحمد عبد السلام محمود. تأهل معنا في الحلقات السابقة 5 متسابقين، وغدرنا 5 آخرون كما هو موضح الآن أمامكم على الشاشات. ليتفضل المتسابق الأول معنا الليلة أنيس أحمد غالب، سنتعرف عليه أكثر بهذا الجرافيك الظاهر أمامكم على الشاشات، ثم سنبدأ باختيار الأسئلة والمسابقة. تعرفنا على المتسابق الأول في هذه الحلقة الختامية للمرحلة الأولى من فئة الإجازة بالسند أنيس، وسيختار نموذج الأسئلة الخاص به من 1 إلى 8. تفضل. 6. الرقم 6 هو نموذج الأسئلة الخاص بأنيس. الكلمة والسؤال للجنة التحكيم كما هو الحال وعلى بركة الله. نرحب بالمتسابق أنيس، اقرأ في السؤال الأول من قوله تعالى: وهذا كتاب
أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب مصدق. اسمع السؤال. وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله وترى الظالمين. ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شركاء وما نرى معكم شفعاءكم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. أحسنت، بارك الله فيك. وتركتم ما خولناكم، ما معنى ما خولناكم؟ أي ما أعطيناكم من متاع الدنيا. بارك الله فيك. في السؤال الثاني يا أنيس أسمعنا من قوله تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم
والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أحسنت يا أنيس، ما معنى قوله تعالى وأطعموا القانع والمعتر؟ القانع الذي يتعرض لكم دون سؤال، والمعتر هو السائل، والمعتر السائل الذي أطعموا القانع معناه السائل، المعتر السائل والمعتر الذي يتعرض لكم دون سؤال، وقيل القانع هو الفقير الذي لم يسأل تعففا، والمعتر هو الذي يسأل لحاجته. أحسنت، بارك الله فيك. بارك الله فيك يا أنيس. السؤال الأخير هو موضوع حلقة الليلة ويتحدث عن الحشمة. يقول السؤال: الحشمة حياء وخجل وانقباض عما لا يحل، ولذلك أمر الله تعالى المؤمنين بغض أبصارهم وحفظ فروجهم. اقرأ الآية الدالة على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. أحسنت، بارك الله فيك. استمعنا للمتسابق الأول معنا في هذه الليلة أنيس أحمد علي غالب، وتلك كانت قراءته. بارك الله فيك أنيس ونفع بك. ورد عن عائشة رضي الله عنها قولها: وكنت أدخل بيت الذي دفن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي، فأضع ثوبي فأقول إنما هو زوجي وأبي، فلما دفن عمر معهما فوالله ما دخلت إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر. فما أجمل الحياء وما أنبل الحشمة والعفة. حول هذا المعنى مشاهدينا الكرام، وجهتنا القادمة إلى الميدان لنعرف ما سيدور فيه، ثم سنعود لنستمع للمتسابق الثاني والأخير معنا في المرحلة الأولى من فئة الإجازة بالسند. متابعة طيبة. أهلا بكم في الميدان. المطلوب من جمهور شباب القرآن في هذه الفقرة، فقرة قراء الشارع، إكمال في سورة القصص وبمفهوم الحشمة والحياء. إذن قال تعالى في سورة القصص: فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. المطلوب من جمهور شباب القرآن في الميدان إكمال 4 آيات بشكل صحيح وتلاوة طيبة للحصول على الجائزة الكاملة لهذا السؤال في القرآن الكريم. سؤالنا لهذه الحلقة في شباب القرآن:
في سورة القصص قال تعالى عن مفهوم الحشمة، تمام؟ فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. أشتك تكمل لي بعدها أربع آيات بشكل صحيح وتلاوة طيبة وتحصل جائزة 50,000 ريال. أتقدم صح، شكرا لك، شكرا. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، أشتي بعدها الأربع آيات، وإن شاء الله الجائزة من نصيبك. صراحة ما أذكرش. تمام، طيب شكرا، بارك الله فيك، حياك الله. تعالوا معي ندور من اللي بيكمل الآيات. قال تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، أشتك تكمل لي بعدها أربع آيات بتلاوة طيبة والجائزة من نصيبك إن شاء الله. حاول خلص. والوالد، الوالد حافظ معنا أبدا. شكرا شكرا شكرا. مستمرين في البحث عن من يكمل الآيات، تعالوا معي. قال تعالى بالقصة حق النبي موسى، قال تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، تمام، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. تحفظ بعده؟ ما أحفظ. طيب إحنا نتكلم عن موضوع الحياء. الحياء من إيش؟ يقال الحياء من كذا. الحياء من إيش؟ الحياء من الدين والإسلام. وها الحياء من الإيمان مثلاً؟ من الإيمان والدين والإسلام. يعني المحتشم والمحتشمة هذول مؤمنين صادقين. نعم. أنت اسمك عمي غانم صح؟ أيوة. أيوة عمي غانم. العم غانم قال الحياء من الإيمان واستحق الجائزة. هذه الجائزة 30,000 ريال مقدمة من جامعة الرواد للعم غانم. مبروك يا عم غانم، حطها في الجيب، الله يكون في عونك. مستمرين في البحث عمن يكمل الآيات للسؤال الأساسي والأول في هذه الفقرة الميدانية من شباب القرآن، تابعونا. قال تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، الشي بعدها أربع آيات تقرأها بتلاوة والجائزة من نصيبك. ما نسحب له. قال تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، اكمل لي بعدها أربع آيات بتلاوة صحيحة وطيبة وإن شاء الله الجائزة من نصيبك. سلام الله، ما حافظ هذه السورة. طيب شكرا يا موسى، تعالوا معنا. في سورة القصص قال تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، إذا أكملت لي بعدها ثلاث آيات بتلاوة صحيحة إن شاء الله الجائزة لهذا السؤال هي 50,000 ريال تكون من نصيبك. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يريد أن يأجرك، إن أبي يدعوك، يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. مش حافظ تماما. شكرا الله. شكرا يا هاشم، كم حافظ إجزاء؟ ما شاء الله حافظ سورة القصص. طيب قال تعالى فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، يلا كمل. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. ولما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت يا أبت إحداهما، قالت إحداهما يا أبت استأجر، إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجاج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ستجدني إن شاء الله من الصالحين. من الصالحين. صدق الله العظيم. اسمك مرة ثانية؟ هاشم جمال. هاشم جمال. هاشم جمال قرأ بشكل صحيح، هو حافظ ما شاء الله، ولكن مع أنه بميدان اللعب ربما التلاوة راحت عليه شوية، لكن مش مشكلة، نعتمد الإجابة وجائزة 50,000 ريال مقدمة من برنامج شباب القرآن لهذا الحافظ هاشم. أبروك عليك يا هاشم. طيب الآن أنا وأنتم من هذا الميدان ننتقل إلى الأستوديو من جديد لنستكمل باقي فقرات هذه الحلقة، تابعونا. أهلا بكم. قبل الميدان استمعنا للمتسابق الأول معنا في هذه الحلقة الختامية للمرحلة الأولى من هذه الفئة، أنيس أحمد علي غالب. الآن سنستمع للمتسابق الأخير من هذه الفئة بمرحلتها الأولى، محمد عبد السلام محمد محمود. سنتعرف عليه أكثر بهذا الجرافيك الظاهر الآن على الشاشة، ثم سيختار النموذج ونبدأ المسابقة. إذا تعرفنا على محمد وسيختار الآن نموذج الأسئلة الخاص به من 1 إلى 8 ما عدا الرقم 6، تفضل. رقم 4. 4. الرقم 4 هو نموذج الأسئلة الخاص به. السؤال والكلمة للجنة التحكيم، كما هو الحال وعلى بركة الله.
أهلا وسهلا بالمتسابق، حياك الله. اقرأ في السؤال الأول من قوله تعالى: قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب. أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فأنجيناه والذين آمنوا معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. أحسنت، بارك الله فيك. ما معنى رجس وغضب؟ رجس عذاب أو رين على القلوب، وغضب لعن وطرد وسخط. بارك الله فيك. في السؤال الثاني يا محمد، سمعنا من قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن
أو آبائهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوات أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون أحسنت يا محمد. من المقصود بغير أولي الإربة من الرجال؟ التابعين من الرجال الذين لا قرض ولا حاجة لهم في النساء. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا محمد. السؤال الثالث هو موضوع حلقة الليلة، والموضوع عن الحشمة. فالحشمة مطلوبة من الرجل كما هي من المرأة، وقد ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم أنموذجا للمرأة كانت غاية في الاحتشام، وقال القرآن عنها أنها لم تكن قاطعة أمرا إلا بمشورة قومها. اقرأ الآية الدالة على ذلك. قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. حسبك، فتح الله عليك. استمعنا للمتسابق الثاني والأخير معنا في هذه الفئة، فئة الإجازة بالسند، من المرحلة الأولى، محمد عبد السلام محمد محمود. بارك الله فيك محمد ونفع بك. ماشي في الأرض أبيا، ماشي ما دمت تقيا، ماشي ومعي قرآني، ماشي ومعي إيماني. عزيزي المشاهد، هل تساءلت يوما عن أي طمأنينة قد تحل على العبد حين يكون القرآن دليله وربه هاديا سبيله؟ سنتوقف دقائق في فقرتنا الفنية لهذه الليلة لننال جانبا من تلك الطمأنينة، ولتكون هي المراد، مع المنشد وسيم علوي وأنشودة ماشي ومعي قرآني، وهي من كلمات وألحان أبو الجود. متابعة طيبة. ماشي في الأرض أبيا، ماشي ما دمت بقيا، ماشي في الأرض أبيا، ماشي ما دمت بقيا، ماشي ومعي قرآني، ماشي ومعي ماشي ماشي يا ربي، ماشي
أنت دليلي تهدي دربي وسبيلي ماشي ما دمت دليلي تهدي دربي وسبيلي يا مجيري يا ربي يا رب يا نصيري يا ربي. من جديد حياكم الله. استمعنا الليلة لأداء المتسابقين من فئة الإجازة بالسند، وحان الوقت لإعلان النتيجة بحسب القواعد الموضوعة من لجنة التحكيم. النتائج بالأرقام كالتالي: حصل أنيس أحمد علي غالب في الحفظ على 48 من 50 درجة، وفي التلاوة على 26 من 30 درجة، في الأداء 9 درجات من أصل 10، في المعاني 4 درجات من أصل 5، في سؤال الحلقة 5 درجات كاملة. أما محمد عبد السلام حصل في الحفظ على 49 ونصف الدرجة من 50 درجة، في التلاوة حصل على 25 درجة، في الأداء حصل على 9 درجات، وفي المعاني حصل على 5 درجات كاملة، وفي سؤال الحلقة 5 درجات كاملة. إذا جمعنا الأرقام سنجد بأن أنيس حصل على 92 درجة، أنيس حصل على 92 درجة، أما محمد عبد السلام محمود حصل على 93 ونصف الدرجة، بهذا يكون هو المتأهل معنا طبعا للمرحلة الثانية تصفيات النصف النهائية من هذه الفئة. مبارك يا محمد عبد السلام، تفضل. أما أنيس قد حصل على الجائزة 200,000 ريال، هذه جائزتك، وفقك الله وكان في عونك. بفوز المتسابق محمد عبد السلام محمد محمود نكون قد ختمنا المرحلة الأولى بستة متأهلين للمرحلة الثانية من فئة الإجازة بالسند، أسماؤهم ظاهرة الآن على الشاشة أمامكم. حلقة الليلة كانت عن مفهوم الحشمة، وسؤال الحلقة لكم جمهورنا ومشاهدينا خلف الشاشات: ما هو رقم الآية أو الآيات التي قرأها المتسابق محمد عبد السلام من سورة النملة؟ يمكنكم الإجابة على سؤال الحلقة من خلال البيانات الظاهرة أسفل الشاشة، ولمشاهدينا عبر اليوتيوب ووسائل التواصل الاجتماعي ستوضح طريقة الإجابة في وصف الفيديو.
علما بأن جائزة هذا السؤال مقدارها 100 دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال اليمني. نستقبل إجاباتكم من الآن إلى الثالثة عصر الغد. الإجابات نستقبلها من الآن إلى الثالثة عصر الغد. سارعوا بإرسال الإجابات لتدخلوا على السحب. ننتظر الإجابة منكم وكل التوفيق لكم. الحشمة أعمق من مجرد لباس يغطي عوراتنا، وأشمل من أن تقتصر على المرأة ويظن بأنها تنافي الرجولة، فهي خلق نبيل يجب أن تتحلى به النظرات والخطوات والكلمات. وقد حث خير الأنام على التخلق بالحشمة وما تحمله من معاني الحياء والرزانة والوقار والأدب، لما لها من أثر بالغ في منع صاحبها عن المعاصي وبناء حاجز متين بينه وبين المحرمات. يقول صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. موعدنا غدا على نفس الشاشة وفي نفس الموعد. على الخير، أراكم. حول القرآن تحلقنا، نحو القرآن تسعى.